غلطتش، انا عارف ان انتوا ما تعرفوش الكلام ده، ومتاكد اللي بعض من لا يشجع النادي الاهلي عارف الكلام ده كويس، وبيفكر احنا بنقول شعارات وكلام لا مش كلام وخلاص. هي دي كلمه السر، عائله الاهلي وفانيله او روح الفانيله الحمراء، هو ده السر اللي احنا دايما بنقوله، بس ما حدش يعرف يطبقه غيرنا او غير لعيبه الاهلي اللي موجوده في الملعب، غير جمهور الاهلي اللي موجود في المدرجات، لكل من ينتمي للنادي الاهلي. الخلطه لما بتيجي الريسبي، لما بتيجي تعمل اكله، مش بيبقى عندك كل طباخ حريف ليه وصفته وليه طريقته. احنا عندنا الخلطه بتاعت روح الفانيلا الحمراء من 1907 وهي محطوطه لاي حد بيخش يلعب في النادي الاهلي. تخش كده تلعب تلبس التيشيرت الاحمر ده تحس ان انت في حته تانية خالص غير بقيه الناس، وبرضه مش بالكلام ولكن بالارقام، بالارقام بالبطولات بالتاريخ بكل حاجه. فعايزين نبقى الفتره اللي جايه دي مهما حصل، مهما حصل عندنا هدف عايزين نوصل له، عندنا مباراة نهائية عايزين نوصلها في البطولة الأفريقية. المباراة النهائية دي ابتدت ببعض الخطوات، ابتدت من نادي اطلع بره في دور ال 64، نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وبعد كده في دوري المجموعات في النجم الساحلي وفي الهلال، وانتهت بمباراة نادي الهلال. دي كانت الخطوة أو النص خطوة الأولى. ابتدينا بقى في الخطوة الثانية، ابتدينا في الخطوة الثانية اللي هي دور الثمانية. هدفي ان انا اكسب نادي سان داونز، ولكن هدفي الاساسي والرئيسي هو الوصول الى نهائي هذه البطوله، وان احنا نكسب هذه البطوله. انا بتكلم النهارده بحماس وبقوه وبعزيمه وباصرار، لاني من ساعه ما عرفت قلت سبحان الله. انا كتبت النهارده على تويتر اتمنى سان داونز. لما كنت بقول كده كنت بقول انا كاسلام، انا كاسلام لعبت في النادي الاهلي، تشرفت بان انا العب في النادي الاهلي. لو انا كنت في الموقف ده قبل ما كنت اعرف راي اي حد من اللاعبين، كنت بعرف راي جمهور كتير. ولكن انا كتبت النهارده اتمنى سان داون، لان انا كان احساسي الداخلي انا لو بلعب هعمل ايه؟ هموت نفسي من اول دقيقه لاخر دقيقه. النتيجه بتاعت ربنا بالمناسبه، ما عنديش اي شك في هذا الموضوع، ولكن انا بتكلم على الروح وعلى الاحساس وعلى العزيمه وعلى الاصرار، وعلى وان انا عارف ان 72 73 75 مليون واقفين ورايا ومستنييني. هي دي الحقيقه، هي دي كره القدم، هي ده او هو ده اللي احنا عايشين بيه في كره القدم. وهو دي الخلطه او سر الخلطه اللي انا بقول لكم عليها، ان احنا حتى واحنا بره فما بالك باللعيبه اللي جوه. فلما اتكلمت مع اللعيبه لا اطمنت، طمنت قلبي، طمنت. ف اتمنى ان حضراتكم تكونوا مطمنين معايا النهارده، مطمنين برضو. انا ما بتكلمش على مكسب ولا تعادل ولا هزيمه، انا ما بتكلمش في النقط دي اطلاقا، انا بتكلم في شيء واحد وهو بذل اقصى مجهود، اقصى مجهود. لان اللعيبه دي لو بذلت اقصى مجهود هتكسب اي حد، هتكسب اي حد، مش سان داونز، هتكسب اي حد. فكل كلامي وكل اللي جوايا علشان عايز العب، عايز مش عارف عايز اعمل ايه، عايز امسك حاجه العب بيها، عايز انزل الملعب، عايز العب ضد سان داونز. فالحقيقه كلام مهم جدا، واتطمنت اكتر النهارده لما سمعت لعيبه النادي الاهلي بيني وبينهم طبعا تليفونات شخصيه، مش هقدر اقول اسماء لانه يعني كلهم اصدقاء، يعني اتمنى لهم يا رب التوفيق خلال الفتره اللي جايه. من ضمن الكلام ومن ضمن الحروب التي تحدث على النادي الأهلي خلال